ازاي نغسل وشنا بشكل صحيح. ناس كتير قوي بتغسل وشها ولكن يعني ممكن نعمل اللي هو الوايبس الاول, بنشيل الميك اب وبعد كده بنغسل وشنا بشكل مش صحيح. عايزاكي تقولي لي ازاي نغسل وشنا بشكل صحيح وكمان ما يضروش. ما يضروش, اول حاجه الغسول يبقى نوع لطيف, تاني حاجه ما نقعدش نعمل كده. يعني في ناس بيسمعوا ان السكرابينج حلو فيصحوا كل يوم الصبح يعملوا سكرابينج, فبعد اسبوع تلاقي بشرتهم ملتهبه. فلا ما ينفعش السكرابينج مثلا مره في الاسبوع, مره كل اسبوعين, لكن كل يوم الغسول المناسب اللي هو هي بتحس بملمس بشرتها بعده حلو, ده تستخدمه بتبقى راحه نفسيا, بلس ان هو يبقى مناسب لنوع بشرتها. ده اول حاجه. وما نعملش احتكاك جامد, الميه ما تبقاش سخنه قوي ما تبقاش ساقعه قوي, يعني متوسطه الميه الفتره اللي هي بتاعت الحنفيه, وبتنشف بشرتها كده يعني بطريقه ضغط, وبتغير الفوطه اللي بتنشف بشرتها بيها كل يومين او ثلاث ايام, عشان دي بتبقى رطبه فممكن تبقى مكان كويس للبكتيريا انها تعيش فيها. فيبقى كمان البنات اللي عندهم مثلا حبوب في بشرتهم فتره مراهقه وكده, البشره الدهنيه بتبقى اكتر عرضه للحبوب, بنصحهم ينشفوا بشرتهم بمناديل لان اتس ديسبوزبل, بالضغط كده مش مفيش كده زي يعني نحب بشرتنا عشان ما تنقلش. كمان يا ريما دي بتنقل صح؟ طبعا المناديل اظرف حاجه.